الممثل الكاتب المغني والمخرج سيف الدين السباعي، أهلا وسهلا فيك بكتاب الشهرة. أهلا وسهلا. حبيت التراتبية هيك أو بدك تعدلها؟ يعني هي تبع الكاتب شوي تقيلة، يعني أنا ما اللي كل اللي تجاربي بالكتابة هي بس فيلم واحد، كتبت فيلم واحد، فما بعتبر حالي كاتب أبداً. يعني نحذفها؟ إيه خلينا نحذفها. أصحاب كتاب الشهرة بيتقنعوا ليحموا شخصيتهم الحقيقية من لهيب الأضواء. سيف الدين سباعي قادر يكون اليوم درع الحامي لسيف الدين محمد رفيق سباعي؟ شو السؤال الصعب هذا؟ دغري هيك ببلش انت؟ دغري اسألني كيفك، شو أخبارك أول شيء كذا. شوف رح أقول لك شغلة، أنا موضوع الشهرة بالنسبة إلي كان إشكالي، يعني من أول ما بلشت بالمهنة بشغلي بالفن كنت دائماً متردد باتجاهه. يعني حتى لما بلشت أن أعرف كممثل شاب أنا خوفتني الفكرة. ليه؟ خوفتني فكرة أنه العالم كله تصير تطلع علي وين ما بروح. بتحب الخصوصية؟ إيه خوف. أول شيء طبعاً مثل أي حدا بينغرى فيها الفكرة، بس مع الوقت بلشت أكتشف قديش هي خطرة. قمت أنا باللاوعي بلشت أتجه بإني دور على شيء تاني يبعدني عن هذا الضوء، قمت اتجهت على الإخراج. بس فيها حلاوة الشهرة كمان، لا؟ أي أكيد أكيد. الأحلى شيء بالشهرة هو الحب، يعني أنا بحس إنه حب الناس أحياناً بحسه فعلاً، يعني لما بيحكوا معي وبيسلموا علي، وخصوصاً بسوريا بالشام، وخصوصاً إذا كان حدا عنده أب مثل أبي يلي بيتصادف إنه اليوم أنا عم صور معك الحلقة بذكرى السابعة لوفاته، الرحمة لروح الفنان رفيق سباعي. فعرفت شلون؟ فلما أنت بتمشي بالطريق وبتصير العالم بتقلك الله يرحم أبوك، الله يرحم أبوك، تستمد منهم القوة والصبر. هذا شيء بغاية المتعة، فهي هي الشغلة الوحيدة الحلوة بالشهرة. باقي الشغلات كلها صعبة والله. ليلي أنا وأنت أستاذ سيف رح نوقف على أبرز محطات حياتك لنشوف كيف قدرت تصنع محبة الناس وكيف قدرت تصنع اسمك ونجوميتك. وأول محطة يلي هي أكيد تاريخ الميلاد، حضرتك خلقان ب 10 نيسان عام 1973. هذا التاريخ مسجل على الهوية. على الهوية. ولكن أمي تصر إنه أنا ولدت ب 4 نيسان وليس ب 10 نيسان. ب 4 نيسان، ضبطوا لنا إياها على الهوا، 4 نيسان وتأخروا ليسجلوك صح؟ يبدو تأخروا ليسجلوني كم يوم فسجلوني ب 10 نيسان، هي مصرة ظلت تصر إنه 4 نيسان. كان يوم 4 وكانت 4 نيسان. وأنت بأي بتحتفل، 4 أو 10؟ لا أنا بحتفل ب 4. ب 4، ضبطوا لنا تاريخ الميلاد. العمر لحظات، بس أوقات بعض اللحظات بتكون هي العمر. هل في شي لحظة بتلخص عمر سيف الدين سباعي؟ أنا برأيي الحياة علي معقدة أكثر بكثير من أنك تختصرها بلحظة. يعني نحن بالشي اللي بنمر فيه بحياتنا بنمر بمحطات كثيرة، صح، هي بتغير لنا حتى مبادئنا أحيانا، يلي أول اللي نحن منفكر إنه هي مبادئ، بس مع الوقت منكتشف إنه لا، ما لها مبادئ. بس في لحظات عالية جدا بحياتها، مثل مثلا لحظة ولادة الدهب، أنا بالنسبة لي كانت لحظة عالية جداً بحياتي، بس إنه تقلي غيرت، لا، ما في شيء. اللي بتغير حياتي هو مجموعة الأفعال والأفكار والمشاهدات وكل ما أؤمن به. كيف عم يتغير؟ هذا اللي بيغير حياتي، هذا اللي بيعمل اللحظات المؤثرة بحياتي. تكتشف بعض الأحيان إنه العادات هي شوية تقاليد فقط؟ ما العادات، مثل ما عم قلك، العادات هي دائماً عرضة للتغير، بس هي بحاجة لناس شجعان. والمبادئ، وحتى المبادئ يا سيدي، انت بتفكر انه بلحظات انه في شيء مستحيل يتغير، لا لا لا، ما في شيء ثابت بالدنيا. شو غيرت بمبادئك؟ انا كنت مثلا كان عندي حالة من الحقد الاكثر على الناس لما اللي بيغلطوا معي، صعب تسامح. ايه كان صعب كثير سامح. هلا مثلا ما عاد كثير تفرق والله، حتى لو غلط صرت بالعكس، صرت عم ببحث دائما عن مبررات على السلام الداخلي لإله، ليش غلط؟ مشان أقبل أني سامحه بسرعة.